بكم ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ومرحبا بكم في قناتكم قناة أخوكم الغريب البيفين. اليوم جبت لكم واحد طريقة فعالة لتنظيف الحاسوب ديالكم من الملفات القديمة والمتراكمة. هاد الملفات اللي كتجعل الحاسوب ديالنا كيتقلب خصوصا الكمبيوترات اللي كيكونوا قدامين مع مرور الوقت كيتقلب بسبب هاد الملفات وداك البرامج اللي كنقومو به بتنزيل ديالها الانستالاسيون ديالها في البي سي. تابعوا معي الطريقة الإخوان، طريقة فعالة. غنمشيو عند هاد المحرك، كنكتبو على حسب اللغة اللي خدامين بها. أنا خدام باللغة الإسبانية كنكتب إيكيكوتار، باللغة الفرنسية كنكتبو إكزيكوتي. غتخرج ليكم هاد الأبليكاسيون هادي كتكليكيو عليها. كما كتشوفو هنايا هاد الحروف هادو اللي هنايا مغاديش يبانو ليكم نتوما، هيدا غتبان ليكم هاد المستطيل. واخا غنكتبو كالتالي: علامة في المئة، أنا عندي في الرقم 5 وكنكليكو على تشيفت والرقم 5 كتخرج لينا علامة في المئة. كنكتبو كلمة دي ب ام دي، نزيدو عاود كتخرج لينا هاد النافذة. دابا كيما كتشوفو انا ما كيبانوش بزاف الملفات لان كنعمل هاد الطريقة هادي مرة وبغيت نشاركها معاكم. دابا شنو غنديرو؟ غنكليكيو على كونترول زائد كلمة او. اللي ما كيعرفش كيدير هاد الطريقة هادي بلا سوري، هيدا وغيجي لتحت كتعملو دابا كليك باليمين وكتعملو سوبريمير. لا انا عندي بالاسباني نعمل اليمينار بهاد الطريقة هادي. الى خرجت لكم ان هاد النافذة غتعملو هكدا وغتعملو اوميتير اوميتير. واخا ما تمسحوش هاد الملفات كاملين ماشي مشكل، لان كيكونوا بعض البرامج خدامين بحال الانتي فيروس اللي عندكم، ولا بحال انا كما كتشوفوا البرنامج باش كنصور هو فانتاسي ستوديو، هو يعني خدام سميتو فانتاسي ستوديو، ماشي مشكل. غنحيدو هادي من هنايا وغنرجعو عاود نفس الطريقة هنايا، غنكتبو إيكيكوتار ولا إكزيكوتي هايدا، وغنكتبو دابا كلمة تي بدون علامة في المئة تي أو إم بي، وغنعملو أكسيبت عاود تاني. عملت هاد الطريقة هادي شي يومين ولا ما وصلاش، وفاش كتكونوا الناس عمرهم داروا هاد الطريقة هادي كيبانو بزاف الملفات عندكم تما. غنكليكي على كونترول زائد او، ولا غتكليكو بلا سوري كيما بغيتو غنكليكي على سوبخي. ولا داك البرامج اللي قمت انت بالتحميل ديالهم للحاسوب، الا كليتي هنايا راه غادي يطيروا كاملين ما يبقى منهم والو. ما تعمل والو، خليها هيدا واعمل اكسبت هيدا وكتسنى. هادي هي
الطريقة الإخوان كان يعني بزاف ديال الكلمات أخرين، ما بغيتش نطول عليكم لأن الفيديو كيكون طويل، وفي المرة الجاية إن شاء الله. وما تنساوناش من الدعاء ديالكم، وما تنساوناش من الاشتراكات ديالكم واللايكات ديالكم إلى عجب ليكم الفيديو الإخوان، وإن شاء الله مرة أخرى، والسلام عليكم.